الحمد لله، انا عامل عمليه بقالي 7 اسابيع بالظبط دلوقتي، و يعني في الفيز الاولانيه بعد العمليه طبعا بيبقى في اول 6 اسابيع يمكن ما فيش حركه كتير، ببقى حتى مجبسها اول 3 اسابيع، وبعد كده 3 اسابيع تانيين ببقى في سلينج برضه ممنوع الحركه. لكن بدات دلوقتي في الفيز الاولى يعني للرهاب بتاعي والتاهيل، والحمد لله الدراع احسن بكتير. لكن في الاول وفي الاخر طبعا قدر الله ما شاء فعل، يمكن الاصابه دي جت من عند ربنا، محدش يعرف ان هي كانت ممكن ان تاني يحصل في حياتي يعني. لكن هي كانت الحمد لله ان هي جت حاجه خفيفه، الاصابه ذات نفسها كاصابه كديجري في الاصابه ما كانتش اصابه عاليه، لكن هي طبعا بس الفكره كلها ان هي في الكتف، الكتف رخم شويه في عشان ما تبقاش حاجه مزمنه يعني. انا نفسي لما اوصل في السن ده وانا اكون قادر ان انا العب مع اولادي، مش هقول لك حتى العب باسكت يعني، لكن ان طبعا هو بيعملوا ده حاجه ما بنسمعش عنها كتير، مش في الباسكت بس لكن في الرياضه عامه. شوف حتى لعيبه الكوره، لعيبه هاند بول، لعيبه فولي، لعيبه اي حاجه تانية بتوصل لسن ال 35 وتحس ان جسمك ما بقاش زي الاول، وفي ناس كتير بتبدا تعتزل في سن 35 36، لكن ان هو يبقى ما شاء الله عنده 45 سنه راجل بيضرب المثل للرياضيين في الالتزام وفي التضحيه وفي طريقه اللعب، لكن يعني بصراحه والاخلاق، لكن هفضل طول عمره معلم لينا كلنا يعني. بالنسبه للفرقه عندنا، ان فرقه الباسكت في نادي الزمالك هتفضل طول عمرها فرقه كبيره على طول. احنا على مر التاريخ يعني كان عندنا اوقات كنا بنبقى احسن فرقه في مصر، وكان عندنا اوقات تانية بنبقى فرقه الناس كلها متخيله ان احنا مش هناخد حاجه ومش هنقوم تاني، والكلام اللي احنا بنسمعه من السنه اللي فاتت يمكن من حتى قبل ما ناخد بطوله افريقيا والدوري. لكن طول ما الناس بتشتغل على نفسها، وطول ما في الناس موجوده جوه النادي بجد عايزه تحسن من نفسها وتحسن من تاريخ النادي وتحسن من نفسهم وتحسن من النادي ككل، طول ما النادي هيقوم له قومه.